عشقها المراجل ولو انها تتعبني عشقها المراجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير من شاشة قناة الواقع الفضائية ومن برنامج مراجل. وفي فقرة نواميس نرحب بكم ونقول مرحبا والله مسهلا. والفقرة هذه الليلة على بدايتها تشرفت بشاعر قدير، شاعر له مكانته الشعرية في دول الخليج، وشرفنا بحضوره من دولة الكويت الشقيقة الشاعر عبد الله دليهي. يا مرحبا ومسهلا يا ابو دريهي. يا مرحبا ومسهلا، الله يبقيك ولا تعب طال عمرك. والله ندمت. ونرحب باخواننا المتسابقين اللي هم هل القريه وهل المكان. يا مرحبا بكم، اسعد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا يا ابو دريهي اول شيء نشكرك على الوصل. الله يطول عمرك. والله والله غريبتنا عليك. حق الربع اللي انت منهم. ساعات. وحنا بندخل على طول من دون اي مقدمات ومن دون اي اسلم. نبي ندخل في القصيد، احنا متشفقين القصيده. الله يطول عمرك، حبرك الساعات. غير اللي بنطلبه منك، احنا نبي انت محضره. ابد اللي تبي حاضر طال عمرك، احنا نرحب باخواننا الموجودين، حبرك الساعات اللي واجهناهم فيها. سعد كبرك. وسعيد في هذه الدعوه. احنا سعداء كذلك. اقول طال عمرك احنا مع اهل المملكه ربع واخوان. من بيننا دم وعنوه وجيره. كل الكويت تحب ابو فهد سلمان وتحب ابو سلمان وتحب سيره، وكل يغبط المملكه فيك حيلان الملهم محمد ولا فيه غيره، جينات ابو تركي وجينات الساهر. كل يغبط المملكه فيك حيلان الملهم محمد ولا فيه غيره، جينات ابو تركي وجينات راكان جابت لكم قايد يقود المسيرة. لولا الله ولولا مساعيه ما كان صار التطور في السنين الأخيرة. المملكة تفوقت كل الأوطان، تستقطب السواح من كل ديرة. قولوا لسلمان الحزم أبو سلمان شبه الجزيرة معه صار جزيرة. سلام. الله الله. صح الله لسانك وعتلى شانك وبيض الله وجهك. وجهك. على القصيدة وعلى مشاعرك الطيبة اللي والله ما هي بغريبة عليك. الله يطول عمرك. وحنا ما ودنا نهلك شوي، لكن الربع انا يجيني على السناب يقولون نبي رديته مع ابن قطيمه. ايه ونعم ابو حمد. رديتي معه ما تعتبر رديه، هو ارسل لي ابيات ايه مدحني فيها وانا رديت عليه بابيات على طروق ثاني. ابن قطيمه يقول الشاعر الكبير راشد ابن قطيمه استاهل، يقول انا وياه كنا في ابو ظبي وعلينا امور، هو يقول مثل راعي بيشه وعود بساجر ما عليه قصور عبد الله دليه، شاعر يملى العيون الى المحاجر، ان وصفته بالصقر ولا البليهي تاليتها تزيد في جوف الهواجر مثل ما زانت القبلان المويه. ايه عاد انا رديت عليه اقول ابن قطيمه ودي اسولف عليه زميل لكن يتعب اللي زامله، كل الصفات اللي تزود الرجل فيه كان الله مبينه بيمه شامله، لكن بعض الاحيان ما ادري وش يجيه، ما تعرفه ولا تعرف تعامله، اجامل العالم ماني مكلوف ليه، اللي ما جاملني ماني بمجامله، مدحني في بيتين الله يهديه مع اني يستاهل قصيده كامله. الله عليك كفو، الله عليك كفو، صح الله لسانك. طول عمرك. طيب ابو دليهي، لاحظنا في الوقت الاخير ان اكثر الشعراء يوم توجه على التواصل الاجتماعي قل في الشعر وقل في ظهور في الشعر، يعني صار يتطرق لمواضيع أخرى بحجة أن الشهرة أقرب، أن الشاعر شعره ما يكفيه أنه يوصل للشهرة. والله شوف الشاعر شاعر شاعر ما عنده شيء بشيء، لكن الفلوس تخرب الشاعر والنجومية ومرات العرس. أن الشعر هو اللي جاب الدراهم للشعار. إي بس بعضهم ما شاء الله هم اللي شوف بعضهم يحب الشعر ويكتب الشعر لين يموت.
رجال هذا يحب الشعر، تجي فلوس تروح فلوس. بعضهم لا يكتب الشعر، هو مبدع بس يكتب الشعر لغاية، يعني الرجال يبي له أما يبي شهرة وحصل على الشهرة وخلاص تشوفها طاح، ولا طال عمرك يبي فلوس وعين فلوس وطاح، عرفت؟ إيه. بس أنا لازلت مختلف معك صراحة، لأن فيه شعار يعني قويين وقصيدهم قوي ولا يختلف عليها أحد، ومن قبل لا تطلع التواصل والمنصات إيه؟ يعني قصايدهم معروفة لكن أضواء بسيطة، يعني ما هم وصلوا المرحلة اللي هم يسعون لها زين. فلما وصل لمرحلة أنه يدخل في التواصل الاجتماعي قل في الشعر جدا، يعني حتى في بعضهم لو تسأله يقول الشعر ما يوكلك عيش كوصول للشهرة. لا والله يوكل عيش الشعر، هو يوكل عيش، ما عليك منه الأمور اللي والله ما عليك منها. لا الشعر يوكل عيش من ذا الحين، من بطي من الجاهلية، هو يوكل عيش ويوكل لحم ويوكل كل شيء. طيب مرة توكل هواء. لا إن شاء الله أنت علومك كلها طيبة. الله يسلمك. طيب إحنا مع النجوم اللي ما شاء الله بدأوا في برنامج مراجل في اليوم السادس، ما شاء الله تبارك الرحمن شعلة، حنا نهنيكم على هل التفاعل، ولو تدرون عن الجمهور وكلامه الطيب اللي فيكم، فحنا نقول ما شاء الله تبارك الرحمن. إلى من صار هذه بداية البرنامج، أجل إن شاء الله بإذن الله أن في نصه وفي آخره نكون من أفضل إيه. ولا ما شاء الله وعندكم المشرفين اللي ما شاء الله تبارك الرحمن أشهر من نار على علم و... إيه بالله تجمع راسنا بطريق وكفو يستاهلوا المحتوى، لكن كل نسخه كل نسخه فيها لا 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 بس هذا الشيء واضح في الجميع، كنا عنده محتوى ان شاء الله وناجحين كلهم ان شاء الله. بس هون اللي معنا ذول هم اللي زادونا حماس وزادونا انا اشهد انا اشهد مره جلتنا ونور اي بالله بلا اياهم ولا شيء ولا شيء ولا ظاهر واللي تشوف ذا لا اقول بيض الله وجهكم واللي تشوف ذا كله والله توجيهات حيلان سم بغيت التمثيل والشعر وعندك ابو معدي وعندك العلياني وبغيت القصيد بعد الشعراء فالح وبغيت عايض والصلف وبغيت المشيدين موجودين وبغيت ما شاء الله تبارك الله جاهزين. الله يوفقنا وياك. ودليهي انت تلاحظ في الارقام والمشاهدات في التواصل الاجتماعي والشهره ان فلان وصل مرحله كبيره وفلان، ان في بعضهم حتى وصل انه كشف ارقام المشاهدات، وفي بعضهم لا والله متحفظ لا زال انه متحفظ ويدعي الوصول للمشاهدات العاليه، ما راح نقول الشهره يعني توها. فمن قربي لك لاحظت انك لمستهم بقصيده ما هي بابيات حتى. ايه قصيده جديده اللي هو يقول طال عمرك إيه. نجوم الضحى لا ظلم الليل ما تنشاف إيه. ما نهتم فيها ما هي بذات اهميه. ايه نجوم الضحى لا ظلم الليل ما تنشاف ما نهتم فيها ما هي بذات اهميه. سلام. واذا صارت الدعوه منافق وحب اكتاف ما نزعل على الشامي اذا جاب شاميه. اذا صارت الدعوه منافق وحب اكتاف ما نزعل على الشامي إذا جاب شامية ولا تغرنا الأرقام ميات ولا آلاف معاها نتعامل مثل عملات رقمية علينا تكذب كذبة محمد الصحاف مساكين عاشوا في نجاحات وهمية إذا جاك واحد منهم تحسبه شفاف لكن الحكومة يعرفون الحرامية يحسسك سلام يحسسك يا مرحبا وسهلا يا مرحبا كيف الحال شو كيف الحال شلون الحين قصيده عيدها من اول ولا عيدها من اول صح. يقول مساكم الله بالخير يا الربع. يقول نجوم الضحى لا ظلم الليل ما تنشاف ما نهتم فيها ما هي بذات اهميه واذا صارت الدعوه منافق وحب اكتاف ما ازعل على الشامي اذا جاب شاميه ولا تغرنا الارقام ميات ولا الاف معاها نتعامل مثل عملات رقميه علينا تكذب كذبه محمد الصحاف مساكين عاشوا في نجاحات وهمية هذا جاك واحد منهم تحسبه شفاف لكن الحكومة يعرفون الحرامية يحسسك كأنه يمتلك خزنة العساف وتجيبه على 200 ولا على 100 ومن باب حسن التربية ما هو الانصاف نخلي الصغار يمارسون النجومية.
سلام صح الله لسانك استاهل استاهل ودليه استاهل. طبعا الرابع اكيد فيهم شعار اكيد وحنا نبيهم يشاركونك علشان اي بالله تاخذ راحتك وتحضر لنا الشيء اي بالله خلهم يشاركونا احنا الله يطول في عمرك لا الغزل خلها شوي اسمك طال عمرك عرف اسمك ونعم ونعم يقول بالله يا زين الوصايف على وين ودعتني والقلب ما هو براضي قلبي تقطع من وريد الشرايين والدمع من عيني على الخد فاضي أنا سجين الحب ضمن المساجين والحب سور المحكمة وانت قاضي يحكم علي بالرفق وبجانب اللين وصادق بحكمك بدون اعتراضي حكم القدر مكتوم ما بين الاثنين يالله عسى طيفك عن البعد عاضي كنت ارسم احلام الوصل للمحبين واليوم صرت بدنيتي فعل ماضي ذكراك لا شفت القمر والبساتين او شفت براق المخايل ناضي قمت اتوجد وجد منظام هدين عود بدون عيال والعمر قاضي ولا وجود اللي اعداه الموالين واصبح على نار القرايب الاضي وجدي على شوفتك يا داعج العين وجد السجين شوف خضر الفياضي سلام لا صح الله لسانك سلام لسانك يستاهل صح الله لسانك وعتها لشانك ابو دريهي سب احنا بنرجع لك الحين اسلم احنا نبيك تعطينا قصيده الزحازيح لكن ودي انك تذكر القصه وهو من دون يعني احراج لك الحريه انك سواء تذكر قصه سبب القصيده والله او اذكر بس القصيده من دون قصيده قديمه هذه من 2012 قصيده قديمه ولكن تنطلب دايم سمعك اياها ابشر يقول الناس صارت تحسب المدح تجريح شانوا لو ان العول ما طورتهم والاخره تشكو من الناس وتصيح ليت البشر تدرك حصاد لسنتهم واللي على زلاتي يتكن وتبيح عشان ماني متجه مع جهتهم اقولها واصرح الامر تصريح عندي ثقه ما هي بتشبه ثقتهم انا لي وقفت لا يمكن اطيح وانطحت هديت الجبل من تحتهم واهل المصالح قد نصوني مشافيح وما شفتهم يوم اخلصت مصلحتهم ربع السعة وعيال عم المفاطيح الله لا يسقي ثرى معرفتهم يبعد فرق العود الأزرق عن الشيح جهال بقعة ما بعد درستهم شفي الرجال الطيبين الطحاطيح اللي العلوم الغانمة من صفتهم من سولفوا عن الرجال المفاليح ما ودك انها تنتهي سالفتهم راحوا بسرعة كأنها سرعة الريح بس العرب من طيبهم ما نسيتهم الارض عيت لا تشيل الزحازيح تضايقت من ثقلهم وتفنتهم سلام صح الله لسانك صح الله لسانك صح الدار ابو دلاهي غزاره شعر ما شاء الله تبارك الله ولا ما عليك جود الله على اللي قدمه لا زال يعني عنده شيء واجد الله يطول عمرك احنا طال عمرك نبيك تعطينا رديتك مع الشاعر محمد بن جر الله السري نعم والله ابو جر الله انا ترى هذه كلها والرديه والله ما اظني حافظها قديمه رديه لكن لكن أنا بديت أقول أبو جار الله من رجال الكفو غير الشعر يعني في المرجلة طال عمرك يتعب الرجال وفي الشعر يتعب الشعر أنا أقول طال عمرك يا أبو جار الله بعد جيت في العدة الغزير قبل حقك كنت تعطي الرجال حقوقها جملك ربي مع الناس والجمع الغفير يمدحونك والمدايح تجي من فوقها والله إني خابرك لو معك مال وفير البدو تفني غنمها وتفني نوقها والله إني خابرك لو معك مال وفير البدو تفني غنمها وتفني نوقها ليها زغرت على كابر وكبرت الصغير وانت عاقل تعرف الناس ممن طوقها الطيور أنواع والبعض منها ما يطير الطيور تبي من بعد فك سبوقها والعرب ما يعرضون الذهب عند الشعير الذهب له سوق والكل سلعة سوقها الذهب له سوق والكل سلعة سوقها ويا محمد دامك بخير في الدنيا بخير ما تضيق الأرض ما دام مثلك فوقها سلام صح الله لسانك الله الله هو يقول عاد الثنى لله والشكر الثنى لله والحمد والشكر الكثير العرب النفوس اللي استقامت تزين وفوقها حي صوت عبر النادرة عبر الأثير ذوق بيوته بصوته
رفيع ذوقها يا ابو دليهي مجمل ولك تقدير غير، والرجال اعرف يديها وعرف حلوقها، والرجال اعرف يديها وعرف حلوقها، لكن الدعوه غريبه عسى فالامر خير، ليه حدرت الشياهين من شاهوقها، انا ما عذرب انا ما ذم الفرسدق ولا عذرب جرير، ولاني مغني القصيده على طاروقها. الله الله لين اخرها، والله ما بحافظها، قصيده قديمه. صح الله لسانك وصح الله لسانك. طيب يا ابو دليهي، احنا الحين ما نطلبين منك شيء، عطنا شيء من خاطرك. والله بعطيكم القديم، انا القصايد الجديده والله ما عاد احفظها. الظاهر انها من التطعيم. لا الظاهر من التطعيم. لا لا يا رجال ما في شو هذا، واحد من ربع، احنا عاد كل شيء نحطه في التطعيم زين، هو كبر، لكن واحد من الربع يقول ابوي يا ولد جاته جلطه من التطعيم الله يهداهم. قلت ابوك ابوك ما غيره، قلت ابوك عمره فوق الثمانيه، قلت ابوك والله انه مستحق التطعيم ما له شغل رجال. ايه ايه خصوص السن يعني، لكن احنا طال عمرك بسمعكم من القديم اللي حافظه. يقول طال عمرك اسلم، يقول تعبت اوقف على جرحي بوجه السنين، واطوي خيام الحزن والحزن ما ينطوى، من كثر ما ودع وما استقبل الطيبين، ما عاد اميز من اللي راح واللي ضوى، الليل ساري وانا ساهر مع الساهرين، ولا انت راقد وانا وياك ما حن سوى، جيتك وانا خايف انك تتبع الراحلين، قويت عزمك وانا مدري وعزمك قوى، دامك نويت الردى ولا ترديت زين، لكن الانسان يتحاسب على ما نوى، لا تشوفني مبتسم وتقول ما هو حزين، غلاف بعض الكتب أجمل من المحتوى، حبك جرحني وأنا طايح ما بين وما بين، ما بين أعرف المرض ولا أعرف الدواء، أنا الدليهي وغبط العالم الدالهين، وإذا في بالك أبدله منك مالك لوا، من قبل أشوفك وأنا ما أكل إلا السمين، من يوم شفتك وأنا والله ما أكل هوا. الله صح الله لسانك. صح الله لسانك أبو دليهي. أبو دليهي المسابقات الشعرية طيب كثرت في الوقت الأخير، وهذا مما يزيد حماس الشعر، مما يرجع للأضواء اللي كانت للشعار من قبل. فلاحظت يعني في السنين الأخيرة أنك مالك أي مشاركات في المسابقات، سواء لا في السعودية ولا في أي دول الخليج الثانية، احنا نبيك تعطينا السبب. شوف المسابقات كلها من صالح الشعر، وانا ترى ما قد شاركت ولا مسابقه، لكنها من صالح الشعر، وحتى المسابقات الواقعيه من صالح النجوم والمبدعين، والله يزيدها من صالح الشعر. نعم هي، لكن انت ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني انا ترى جبت لك هالسؤال خصوصا من شخص قريب منك جدا، يقول ابو دليهي رافض انه يشارك في المسابقات على غزاره الشعر اللي عنده، وعلى يعني المرحلة اللي هو وصل لها، ما هو توه مبتدئ انه والله ما يدري هو يطلع ولا ما يطلع. والله المسابقات زينة يعني، ما احنا ضدها، واستفادوا منها الشعراء وعينوا خير، ولا يعني انا ما شاركت فيها والله من كل فرصة، يعني ما ناسبني يعني الوقت، وهي فيها لازم ربط يعني 6 شهور يكون ضغط عليك ويكون عليك على ان 6 شهور الاسبوع يوم واحد تقريبا، مو هو بشرط انك مثلا في لا يكون تقعد وتقابلهم وفيه لجنه، واللجنه يا ولد من يجي تحت اللجنه ما حظها بطيب. الله خيرك اثنتين، اما رجال نشارك في المسابقات الشعريه ولا رجال نشارك في البرامج الواقعيه وذب الريع وافلح. والله لاني مشارك ابي اجي. لا خل الشباب يعطونك. والله والله انا قلت لك من البدايه انا ما ضدها، اما رغبوه يا الربع ولا انا ما ضدها، انا قلت لكم انا ما ضدها، قلت لكم كلها من صالح المسابقات الشعرية، من صالح الشعر، المسابقات الواقعية من صالح المواهب والنجوم، من صالحها، والرجل طال عمرك ما حطوا برامج وضخوا فيها ملايين الا عشان ينفعون المسلمين زين، ولا فيها شيء، وطلعت نجوم وطلعت شعراء وطلعت ما فيها شيء، الله يطول عمرك. لكن انا قلت انا من كل فرصة اني انا القصور مني انا، ما هي بين البرامج. الله الله. طيب لك قصيدة طال عمرك او ابيات اللي هي الروز رايز. الروز رايز رجاء غزاي دق عليك ما عليك. إيه.
الرز رايز بعد قصيده قديمه. الرز رايز يقول طال عمرك، يقول طال عمرك يراك باللي قيمته فوق مليون، يراك باللي قيمته فوق مليون، ما يركبه من لايع الوقت لاعه، اللي ركبته كل كايد لك يهون، وكن البشر تقول سمعنا وطاعه، حتى لو انك شين بتصير مزيون، وبينطمع بك لو ما بك اطماعه. رز رايز لونه خمسة الوان في لون، كانه ورق جدران في صدر قاعه، هذا اعترض كانه من بيوت بن عون، تنقد الناقد وتلوي ذراعه، واذا استوى للخط راسي ومضمون، المرسدس والله ما يمغط اكراعه، وتوتر العالم اذا مر بالهون، توتر مهرب محمل بضاعه، فتنه حديد وشي فاخر ومجنون، وصناعته مضرب مثل للصناعه، ودك تعبي طرمبته زيت زيتون وتغسلها 24 ساعه. وانا فقير ومملكه اموال قارون، والرز رايز مالي عليها استطاعه، انا ادري اني لو بعطيه عربونه بتخاشر مع عيال الجماعه، ادري ما هو بحاصل ولا نيب مغبون، انا رجل عاقل وعندي قناعه، حتى لو عندي التزامات وديون، ما باق فيني الكون عقب اتساعه، انا اشعر اني اسعد انسان في الكون، لصرت متعافي وصل لي جماعه. سلام الله لسانك. الله لسانك. صح بدانك. طيب احنا الان عندنا الشاعر محسن السبيعي. سمي ابوي. احنا طال عمرك نبيك تعطينا من على خشم. على خشم. مايك شغال ولا نعطيه له؟ يقول نسيمة علاج قلوبنا يا هبوب النود، يشين الثريا يوم هبت بورحها على ناس، ولا ناس نقصن بلي زود، ولا ودنا نسمع العرب خوف نجرحها، وتذكرت زي زوم النشام أغلام الجود، تضيع النفوس وعلم فارس يفرحها، يا فارس تساوت عندي البيض كسرة السود، تعين متلقى يا سبيعي ملامحها، تقافها زمان السيف والملح والبرود، وتقافت رجال سابقتنا مدايحة، وفقدنا الضعن والبيت الأسود وشوف الذود، وفقدنا إدلال انفاح بالهيل فايحة، وفقدنا هل الردات حمايت المضهود، هل الفزعة اللي عنزت راس طايحة، فقدنا الكثير وقل من ينطحون الكود، وصفة للرخوب اللي تسرح ملايحة، جماعة مصالح داخلية وحب خدود، عبيد البيوت اللي كبار اللوايحة، يضيع الكلام إن كان ما جاء عليها شهود، أنا بيح نفس ونفس ماني مبايحة، وأنا ما شعاني يسبيعي غرم الخود، بلا ياسنين ما ترقع فضايح. سلامت. الله لسان، الله لسان، الله لسان. السلام. السلام الرحمن. الله يبيض وجيهكم. ترى ممنوع التسويق. ليه؟ أنت تبي تجيب تجيب الخصم لهم، بتجيب الخصم لهم أنت الحين. أنت خصمهم بعد. لا بالله، أنا المشرفين هم اللي أنا ما عندي. حنا حتى. شفت. أبو دليه. صليت الفجر جمع لي 400 نقطة. خذت الظهر والعصر وأنت صورت لي الحين. والله وين خصمت شو يصير ابراهيم ويبتون العيال يا رجال يا رجال ابشرك ابشرك ما حد باتي ها ابشرك ما حد باتي القصيده دي لك اللي عديتها لا لمحمد بن خلف الخالدي ومسيب الخير ايه عز الله قصيده ابو دريه ممكن تقول احنا المشرفين حتى ما احنا بسلمين منهم ان بنفسنا والله مسابقين مجرمين ذولا طيب ابو دريه اول شيء ترى الجاكيت حقك يحك المايك الشيء الثاني يسألون عن سالفة الكيكة. كيكة. أنت معطيني كيكة الحين. ما بيقدوع. بعلمك سالفة الكيكة. أبدا. الكيكة هذا طال عمرك فيه واحد من النجوم. المشاهير. عنده افتتاح في ديرة مدري وينها. وكاد الرجال طال عمرك بيفتح له معرض ويدق له على صحيب الله خابره مبطي معه في الجامعة. دق عليه قال أنا جايك. أبى أفتتح معرض ولا أعرف ذا الديرة الهجرة ذي إلا أنت. قال مرحبا مليون. معك أحد؟ قال معي واحد من أخوياي. قال مرحبا مليون. عشاك بنسويه. قال ما هو بتم إلا لين تحضر معي المعرض. قال بنحضر معك المعرض. ويجي ذا طال عمرك الرجال طال عمرك يستقبل المشهور ويقهويه. قال المشهور خل نروح طال عمرك نغطي المعرض وعقب نجي نتعشى عندك. راحوا وافتتحوا المعرض طال عمرك. يوم افتتحوا المعرض إلا جايبين لهم كيكه دولة. قال المشهور قال والله ما يقص الكيكه الا رفيقي وجاء الرجال ذا يقص الكيكه عشان خاطر رفيقه قص الكيكه راحت عوده طال عمرك عنده في مجلسه وعشاها محور رجال المشهور طال عمرك وجاي من بعيد ورفيق زله مبطي وعاني عشي حوار طال عمرك يروح الرجال يوم راح
اخذ له 3 شهور ولا 4 شهور ويبي المشهور في لزوم. انت يا الرجال ذا ويدق على المشهور تلفونه مسكر ما يلامونهم عليهم ضغط، ويدق على رفيق المشهور قال يا ولد رفيقك وينه؟ قال انت من انت؟ قال انا فلان راعي الديره الفلانيه. قال ايه هي عرفتك راعي الكيكه؟ قال لا راعي الحوار ما يراعي الكيكه، الكيكه كيكتكم. الله الله. طيب ابو دليهي سم سمعنا، ترى الوقت ها ما عاد باقي الا يمكن ربع ساعه ولا اقل بعد، احنا نبي شيء من خاطرك. والله كلها ولا اللي يطلبون واجد صراحه، يعني انا موجود عندي ف والله اني ماني بداخل ماني بداخل، بسمعك طال عمرك. يقول ما كنت متفائل بحبك وغامرت، ومن قبل لا غامر معك كنت داري انك بتسهرني لياليك واسهرت عيني وصار الليل يشبه نهاري. اخطيت في حقك ولكن تعذرت، وعزائي ما كان الخطا باختياري. ارسلت عذرك قبل ارسلت عذري قبل اسافر وسافرت، وصلك ولا ما وصلك اعتذاري. انت اللي استهترت فيني وكابرت، وانا انتظرتك لين مل انتظاري. قالوا لي اصبر واقتنعت وتصبرت وصبرت لين الصبر نقص وقار. يصبر بعض الاحيان واذا تكدرت يصير مخي مثل مخ انتحاري. اعرف نفسي لو ضغطت وتفجرت اطير لو ان الهبوط اضطراري. تعاملك حيرني سنين واحترت، ارد قلبي ولا رد اعتباري. ولا تحسب اني عايفك يوم دبرت، ارتاح لا تطري عليك الطواري. لو ان حبك باختياري تخيرت، المشكله حبك ما هو باختياري. سلامتك. صح الله لسانك، صح الله لسانك، صح بدانك. احنا نبي المشرف بما انه موجود معنا يطلع لنا طال عمرك واحد من المتسابقين، سواء ان كان شاعر ولا منشد. هم عيال؟ لا ما احنا احنا ما مخيرينك انت، تعرفهم عيالك عارفهم. احنا تونا بسم الله ما هو طيب. عبد الله اسلم مايك شغال؟ مايك يلا. يقول حل الفراق وخاطري منك ما طاب. مايكك طاهي. ايه طيب مايك اخذ اخذ مايك اللي جنبك. ايه لا لا طاهي والله انا شغال طافي من البطاريات. ما مشكلة. ايه الحين كيف؟ لا مضبوط راح. حل الفراق وخاطري منك ما طاب، وانا طريح الحب لا اخذ ولا اجيب، واقول يا دار الخطاوي الاحباب. احباب قلب اللي جروحه مع طيب، يرجيها وهو واقف له على الباب. هواه شرق ونيته بالتغاريب، هواه شرق ونيته بالتغاريب. سلامتكم. صح صوتك يا وجهي. ها ابد خذ راحتك. ابو دليهي سم من قال يسلم، احنا نبيك تعطينا قصيده من قصايدك سواء كانت الجديده ولا اللي انا خابر ان عندك قصيده كانت في مهرجان الظفره. ايه عندي قصيده في مهرجان الظفره عديتها في سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والشيخ أبو خالد له جمايل علي أنا يا عبد الله، وهذه عوايده هو كحيلان أبو خالد. أقول طال عمرك يا حي وجه لا تضايقت ينشاف، مخبور ما يحتاج عنه التخبر، راسه لصار مصامخ الروس ما خاف، وشبره مع شبر البشر ما يشبر. الله جمع في محمد خير لو صاف، من وين ما جيت أبو خالد تدبر، مواقفه تشفي وفزعاته أسعاف. يا ما جبر له خاطر ما يجبر، إن كان دبر منك ما جاك نكاف، وإن جاك جاك الخير والفقر دبر. أكبر الشيوخ الأرض هيبة وميقاف، ما فيه أكبر منه وما تكبر، اللي يوقف معه ما حوله خلاف، واللي يدسم شاربه ما يغبر، حتى السنين اللي غدت شهب وعجاف يقلط لها مثل السحاب المزبر.
سلام. صح الله لسانك، صح الله لسانك، يستاهل ابو خالد. طيب ابو دليهي، سم سم الله عدوك. حنا طال عمرك الوقت ما عاد بقى الا 10 دقائق تقريبا. 10 دقائق؟ 10 دقائق لا بالله، ما هي واجد معك، ما هي واجد. ما شاء الله تبارك الرحمن، القصايد اللي عندك و تبارك الساعات والله. ما ودنا ان نفكك صراحه. تبارك الساعات. لكن عاد انت خبر الفقرات، وعندهم فقره ظهر دخوليه الساعه ظهر 10:30 و11. ايه وجعل ربي ان شاء الله يوفقهم. نبي نخليك طال عمرك على راحتك الحين، ابحر لك في قصيده. ما عاد احنا ان كان في شيء في خاطرك في عده. لا عاد لا والله القصيد واجد، لكن يطلبون مني تغريدات ابيات مقتطفات. ها اي ابيات كذا تغريدات. هذا طال عمرك يقول الردي لا من خدمته وموضوعه كبير، لا هو بذاكر جميلك ويمكن يجحده، والسنافي لو خدمته وموضوعه صغير شفت معروفك يبين على وجه ولده. ويقول طال عمرك شفتك وحبيتك من اول مقابل، ودخلت قلبي مثل ما يدخل البرد، ولا تزعل ان شفت اجمل الورد ذابل، يا ليتها تاقف على ذبله الورد. ايه ويقول متناقضه مثل سياسه الانجليز، هي كاسره قلبي وهي الجابله، فيها كرم سلطان بن عبد العزيز وفيها بخ الرجال ربي خابله. الله الله صح الله لسانك، صح الله لسانك يا ابو دليهي. طيب ترانا ما نسينا قصه الزحازيح، وانت مخير بس ما لها قصه ولا قصيده، ما لها قصه كذا قصيده مرثيه في حياه ابوي الله يرحمه. الله يرحمه ويجزاه الله من الجنه. ابوك وعمك اللي سمعت انا اول؟ لا عماني طيبين. لا تذبح غير ابوي. اجل المعلومه اللي جاتني خطا. حياه ابوي الله يرحمه توفى في عيد الاضحى، وسويت القصيده ذي وراه. ويوم جاء العيد اللي وراه، يوم جاء العيد اللي وراه قلت من بعد موتك والبشاير تناهيت، وحتى الوسيعه ما هي بتتسعنا، عيد من بعد فرقاك، من بعد موتك والبشاير تناهيد، وحتى الوسيعه ما هي بتتسعنا، عيد من بعد فرقاك ما يعتبر عيد، العيد والله يوم عيت معنا. الله 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 يغفر له ويرحمه ويجعل عظامه الجنه. طول عمركم. احنا طال عمرك عبد الله نبيك. الله يسعد. بسمعكم قصيدة وطنية وجهها المقام السامي سيدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. استلهم القاف والمعنى بحرف القصيد، وسلحت شعري في فكري وجبت داناتها، يا شعر دامي نخيتك جيب ما هو يديد، وغرد فروس الجبال وجيب جزلاتها، واكتب في هيثم باني اعمان المجيد، الحاكم اللي تعلى فوق هاماتها، حاكم سياسي محنك حزم باسم شديد، هيبه وسلطه مثبت كل خطواتها، يا الحاكم الفذ يا الصامل بيوم الوعيد، يا كاسر الخصم لا بانت ملاقاتها، يا مكسي الضعف يا المعطي يا خير السنيد، كل عام واحنا افضل لك فوق راياتها، شعبك عطاك المحبة والغلام الوريد، مدت يمينك بحور صعبة لجاتها، الله يطول بعمرك عل عمرك مديد، على السعادة أفضل لك دامت أوقاتها. سلامتكم. سلامتكم عليكم زول. أبو دليهي سم. أنت طبعا من دولة الكويت، دولة الكويت دولتنا، لاحظنا ان كانت دولة الكويت متميزة في الامسيات الشعرية. صحيح. فالوقت الحالي احنا ما ندري هل هي باقي على الوقت الامسيات و لا والله شوي مريحة الكويت في الامسيات، خفي شوي. ايه لكن ان شاء الله بترد امسيات الكويت هلا في فبراير والامسيات. يعني هذا يعتبر اللي انت تميزت فيه الامسيات الشعرية. صحيح. وحضورك يعني الكويت ترى بلد شعري. الكويت اكيد بلد شعري، ودوينة شعراء النبط ومجله المختلف من الكويت. الكويت يعني ارض شعريه، واغلب الشعراء النجوم حتى اهل السعوديه كلهم طالعين من الكويت. الكويت ارض شعريه، لكن من 2000 وجاي شوي طال عمرك جاتها سخونه شوي. لكن ان شاء الله بتشال ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب احنا نبيك تسمعنا بعد قصيدة. هي ما أنا فكينك لين يقول المخرج
والله القصيد جاي ومتعني وتبي. خلنا نسمع من الشباب. بنسمع منهم الشباب بعد انت القصيده اللي عندك بنسمع منهم. المشكله ان الشباب اكثرهم ما ادري من اللي فيهم شاعر ومن اللي شافي. وين شافي؟ ابد بعدك شاعر. ان شاء الله ابد عندك ولا نروح راح عنده وعقب شاف. سم اعطنا قصيده وبنشارك. ابد ابشر بس في مجال ان شاء الله. شاطر يقول لابط رفيقي ما نصاني نصيته ما جنبه واقول هو ما نصاني لابد من يوم النجي ما لقيته ولا اليوم زارني ما لقاني اما ارتحل قبل ارتحل واكتفيته ولا اليوم ان ارتحلت اكتفاني دنيا الفتى ما تتركه وسط بيته لابد من يوم يحين الاواني يرحل من الدنيا وذكره وصيته يبقى على مر الدهر والزماني يرحل من الدنيا وذكره وصيته يبقى على مر الدهر والزمان يا ما اخذت من غالي انقد بكيته من الاقربى ومن الابى والعواني يحدني باغتها القدر في مبيته وحدني يوقف له عيانا بياني يا قاطع الارحام حيه وميته من يقطع الارحام لازم يهاني ما تذكر اللي في كتابه قريته صحح قبل وقت الندم يا فلاني والعفو والعفو عند المقدرة لا قويته يرفع مقامك لا تحسبه هواني والهون كل يقدره لا بغيته والجود ما يقدر عليها الهداني والوقت ما يمشي على ما اشتهيته نوب نطيع وساعة مقلباني لا تامن الدنيا تراها مقيتها تضحك على عشاقها بلا ماني يومك وليلك لو سرحت وسريته يقصر رشاك ويقف انه السواني تقدم على رب خلقك وعصيته في ساحة مالك سواها مكاني تشوف كل اللي فعلته نويته القاضي الله والعدالة ضماني تصور الموقف ولو ما رأيته كأنك تشوف وتسمعه بلداني في الله يلي ما سواك ارتجيته ولا غير عفوك موضع للأماني الحكم حكمك والقضى ما قضيته ولا في شيء قد منعته وكاني إنك توفقني على ما ارتضيته من المذلة والذنوب تحماني وأعوذ بك من شر راعي الشميتة اللي تسره وقفتي في الهواني يختم لي الدنيا على خير ميتة وذكرك هو آخر كلمة من لساني. سلامتك. صح الله لسانك. أنا بعد غزل وأنت تقول الموت الله يهداك. كلها أنت مرن عليها كلها. يقول طال عمرك أرسلت لي بعد غيبتها رسائل ليتها ما كلفت ولا أرسلتها غايتي من دونها كل الوسائل وين ما وجهت وجهي من جهتها مثل ما تاخذ من الشمس القوايل ما اخذه من روحي اللي ما اخذتها اعذب من الماء ولذ من الزلايل واجمل من الورده اللي شايلتها الجميله كاسبه فيني جمايل والله ان تبطي وروحي ما نسيتها الجمال اليوسفي وشلون قايل ما عرفته لين ما شفت اضخمتها دخلتني المحبه ثابته والشك زايل لكن الموضوع طال ومشكلتها دخلتني في جدال ام الجدايل ضايقت نفسي ونفسي ودعتها ما نويت فراقها بنت الحمايه اللي صار لسانها طول رقبتها. الله صح الله لسانك. صح الله لسانك. تفضل طعم. الله يطول عمرك ويسلمك. مبروك. اي والله الله يبارك فيك ويسلمك. انا بعطيك سؤال وبعطيك ابيات اختر. تبي السؤال الاول ولا الابيات؟ والله ابيك التقهوه. الله يطول عمرك. اسلم اللي تبي. طيب يقول من محطات العتب يا غايبين من بقى منكم على العهد وصفا سلام زحمة الذكرى بدرب العابرين تشعل أطراف الأماكن بالدفاء تذكرون وتذكرون وخابرين يوم أغانينا مراسيل الوفا سلام صاحبي لا تعتذر لي بالسنين السنين أسهل معاذير الجفاء اتصل بي واتصل بك من حنين اتصل بي واتصل بك من حنين سلمت سلامتكم. يا سلام. الله يا سلام. صح الله لسانك. هذا ذا الاتصال ذا ما هو مبارك. شفت ما هو مبارك. اسمح لي بالسؤال. الله يطول عمرك. لكل شاعر بيت ولا قصيده قريب القلب. ايه. انت شاعر ما شاء الله ولك شهره اعلاميه كبيره. ايه. ممكن تعطينا البيت ولا القصيده القريبه من قلبك؟ القصيده بعطيك بيت. انا وصلت لحالها استغفر الله من كثره الافكار ما اقدر افكر. هذا البيت اللي يعني. سلام. اقرب شيء لي. الله الله يبلا شاركنا أبرك الساعات أقول يبو من وقته حداه وتحداه
غبر الليار يوقف في طريقه مال الصديق بساعة الضيق انصاه كل وقت الضيق اذكر صديقه اشكي القرم منها الطيبة والجاه اشكي القرم منها الطيبة والجاه لا الوفاء ولا الوجيهة الطليقة تركي زبون الطيبة من جاه ينخاه هذا السبيعي عزمنه رفيقه ان ضاعت الحيلات مدري ذكرناه فزعة المضيوم شف لي طريقة أنا بلا يلي على الرب مشكاه ما قصتي قصة عشيقة عشيقة صبرت صبر أيوه في وقت بلواه واليوم زاد الصبر ما عاد طيقة ولجيت بخفي واقع الوضع وانساه يثور في صدري سواته الحريقة بركان هم من هز قلبي من قصاه الزلغم في جال بير عميقة وغديت مثلي نقل داه برداه الوقت يمضي ما وصلت الحقيقة يلومني جاهل ومسكين وعصاه مر قلوب لا الحكي مستفيقه طيب وملي ولق العلم وفاه وليا هرجبه صدق قوله في ريقه في غيبه الغايب يسبه ويشلاه وليا حضر يصير كانها شقيقه يزعجك المجلس بكثره من الالاف روح ساعات اللوازم سليقك يصير عين وقاصر فعل يمناه وصار النفاق بعرق دمها وريقه فرح يحصل كلام ووداع عساه للي ما يداوي غسيقه جعل الزمان وعسر الايام تاطاه تجيه من صكات بقعه ومويقه العلم ملح وملحه العلم معناه رفع المقام عن العلوم الرقيقة وتم الكلام اللي نظمته على الآه حطيته كفاتها الآه ويقه يا سلام صح الله لسانك احنا نستاذنكم ودنا ناخذكم جميع لكن الوقت انتهى بس بناخذ الختام مع ابو دليه وحنا ان شاء الله نعوضكم في الحلقات الجايه باذن الله ختام وش قصيده 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 ختام عند الرجال الرجال عنده قصيده اسلم اسلم الله يطول عمرك أقول السلام. أنا لأن الوقت ما هم مسعفني بعطيكم بيتين مختصرة يقول اسمع وأنا دارس مدارس عالم متعلمين أتقنت ويقنت وعرفت بدقها وجلالها أجلس مجاليس الرجال اللي بها ذكر ودين وخلط رجال المعرفة والعرف وخذ أقوالها وترى الرجل ما يعلمه إلا تجارب السنين لأن التجارب مدرسة وتعلمك بأحوالها ولا صرت تبغى تستفيد اسمع الحكمة الأولين لأنهم في ذا الدنيا سعوا ومجربين أحوالها سلامتكم لسانك صح الله لسانك قصيدة قصيدة يقول طال عمرك ماني سعيد بطلعتي لكن طلعت مثل من الحمرة طلوع المسلمين وما كنت أظن أني بضيع ويوم ضعت يا ليتني ما كنت أدل الدرب زين ما كنت أظن أني بضيع يوم ضعت يا ليتني ما كنت أدل الدرب زين صبرت لين الوقت طوعني وطعت طاعة مثل طاعة أمير المؤمنين ما شافت عيوني ولكني سمعت أن الحسن موته مثل موته الحسين والله لو أني لاقي الشراي بعت لكن عسى ربي يعين الصابرين لروح الدنيا منها ما جزعت أجزع لمنها روح الدنيا ودين لحاجة غابت ومنها ما شبعت متى تجي أنا انتظرها من سنين إن جاتني بضيع وما جات ضعت يعني أنا ضايع بكل الحالتين الله يكفيك شر الضياع أبو دليهي آمين الله يطول عمرك فالختام نشكرك على الوصل يا أبو دليهي الله يسلمك وتلبية الدعوة وله بالله غريبتنا عليك كان في شيء في أبرك ساعات والله أنا أشكر صاحب القناة وأشكرك وأشكر إخواني المتسابقين على حسن الضيافة وسعيد والله في حضوري معكم في قناة الواقع القناة الجماهيرية الله يطول في عمرك احنا سعداء كذا ان شاء الله نجيكم ان شاء الله في الايام الجايه ان شاء الله باذن الله ها متسابق ما انتم ما قنعتوه ما عاد لا هو لا طلع لا انت العاده تقولون متسابق ان قلتم عاد جاء من غير شرط رجع ها الله يطول عمرك الله يبارك في الساعات الله يطول عمرك والله معزوم الله يطول عمرك جل مكتوب لا طلعت ان شاء الله مع نقاطكم الله يطول عمرك والله ما يجي لكن ان شاء الله بنعوضكم ان شاء الله احنا سم من الكويت حمد المهام الكويت او نعم والله نعم والله مهان والله مليون نعم المهان اللي يجملونا في كل محل يستاهل والله يستاهلون وبيض الله وجههم ها الله يطول عمرك يستاهل يستاهل وصلنا واياكم مشاهدينا الكرام الى ختام فقرتنا لهذه الليله إلى لقاء آخر في أمان الله.
عاشة هذا الصدق والواقع ما هي بيشاشة عشق المراجل عشق المراجل ولو